سوف نتعرف على طريقة وكيفية ايقاف الكل مؤقتا. نقوم بالضغط هنا على الاعدادات، من ثم سوف نقوم بالضغط هنا على الخصوصيات، نقوم بالضغط هنا على الاشعارات، وبعدها سوف نقوم بالضغط هنا على ايقاف كل الكل مؤقتا بهذه الطريقة، وبعدها سوف نقوم باختيار هنا الوقت الذي تريد ايقاف فيه كل مؤقتا، وهكذا نكون قد قمنا بتفعيل ايقاف الكل مؤقتا. وهكذا نكون قد قمنا بحل المشكلة. ولا تنسوا الضغط على زر اللايك والاشتراك في القناة، ونراكم في فيديو القادم ان شاء الله.